الجزائري ديال الشبان، ولكن المشكل عندنا في هذا هو قله الملاعب. تصور دابا حنا كنلعبوا داخل القاعه وكنديروا في ملعب ديال بيران زهران، هذا هو المشكل. وكنديروا في هذا في ديال البطوله هذه، هي بطوله كاينه ومنعونا عاوتاني من البدايه ديال 2005 2006، كنلعبوا على عند الكارت ما عندوش حتى على كارت مارسيلا وغير نلعبوه، ولكن الجامعه ما وفقتش لينا. هذا راه مشكل تا هو القاعده، وهذا الدراري غادي يضيعوا بصراحه. خص الجامعه تاخذ بعين الاعتبار هذا اللعب هذا. لقد كانت هناك مشكلة هنايا فوق الخمسة كيعطيو الناس اللي كيبغيو يديرو يسميتو عاد لي ترينيو، اللي كتخدم بالرئيس مجلس بلدي باش يفتح لنا القاعة يعني حتى 10 الليل، الدري ما عندهم فين يترينيو، وهذوك الناس اللي بغاو يديرو راه يمشيو لبعض الملاعب ديال الخاص تيخلصو فيهم. بالنسبة للحارس أنا بكل صراحة، هذا واحد الميزة كبيرة، وفريق الرياض هو اللي بكل صراحة يعني عطى يد المساعدة ولعبنا رسمي بكل صراحة، ونتمنى لهم حظ سعيد في المنتخب، ونشكروا قناة الفجر اللي بكل صراحة كتواكب هذا الميني فوز هذا في المغرب كامل، وشكرا.